نحاول قدر المستطاع ان نوجههم يعني ونشجعهم. كنا متواصلين مع المدرسة، والمدرسة يرسلون أوراق عمل. الأوراق العمل هذه تكون بيننا وبين متواصلين بيننا وبين المدرس، وعلى هالموجب هذا نذكر لعيالنا من الأوراق. ذاكر لي بعدين تعطيني كذا راحة شوية بعدين ذاكر لي. يتابع مع أبناء، هي راجع معهم الدروس، ويعني طبعا الوالدة هي اللي تهتم أكثر من الأب. يعني إحنا كنا مشغولين يعني صراحة في الأعمال، لكن يعني أتابع معهم بالمراجعة. رجع لهم الدروس اللي قبل، أهتم بأكلهم، نومهم، ينامون بكر، يقومون بدري. تساعدني وتخليني أنام بكر وأقوم بكر عشان أحضر الاختبارات النهائية. تحضير للدروس ومراجعة الدروس لهم هذا شيء مهم، يعني تهيئة الجو المناسب لهم. شكرا يا ماما بابا.